سؤال فيه زوز فروع. الفرع الأول حول المنظومات الداخلية المنخرطة في مشاريع إقليمية أو دولية، وهذا أنت في برشا مرات تحدثت عليه، أنه ثم نوع من الأذرع داخل الجمهورية التونسية الآن، داخل الجمهورية الثانية التونسية الآن، تعمل كأحصنة، كقصبات تحمل قصبات السبق لقوى إقليمية وقوى دولية. نرجو توضيح هذا الأمر بأكثر ما يمكن من الشفافية والوضوح. النقطة الثانية هو فرنسا الآن لديها عنصر سلبي جدا، أنها قد فقدت ليبيا تقريبا، فقدت كثير من نقاط القوة لها في إفريقيا، كما أنها الآن بصدد إعادة رسكلة وجودها في لبنان عن طريق سعد الحريري واشتراط الحكومة التكنوقراطية في لبنان، وهو المطلب الذي كان نتذكره أن التوانسة كل يتفكروا أنه منذ حكومة المهدي جمعة وإحنا ديما نجروا على الحكومة حكومة التكنوقراط ما عدا في مرحلة من المعينة وقت جي الباجي قايد السبسي الله يرحمه. فرنسا في هذا الوضع مش ممكن تبدأ عندها أكثر عدوان أجريسيفيتي، معناها نحو في اتجاه أنها تحافظ على مصالحها داخل تونس، سواء عن طريق مجموعة من القوانين التي تحاك اللي هي زي لايكا وزي الجات في 94، وكذلك لابد أن من قوات ضغط داخل الدولة التونسية من أجل أن تفرض وجودها داخل الدولة التونسية. السؤال الأولاني هو ضغوطات خارجية هكا ولا منظومات داخلية تعمل لصالح قوى إقليمية ودولية. خلنا في حاجة اللي ما فماش دولة في العالم باستثناء 4 على 5 تو نسميهم لك، اللي معناها ما تنجمش تكون عليها ضغوطات وتأثيرات خارجية. البلدان في العالم الأجمع كل فيهم تأثيرات بطبيعة الحال، الأقوى هو يأثر في الأضعف. اليوم عندك مؤسسات عالمية تأثر في الدول العظمى، تأثر حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، معناها المؤسسات المالية العالمية والشركات الكبرى عندهم سياسات معناها يهزوك في اللي أنت ما تحبش عليه، أنا مش على كيفك، معناها باش تبدأ الأمور واضحة. حتى احنا كي نقولوا احنا احرار ومستقلين راهو فما نسبيه في النسب والامور دونك معناها التاثير راهو موجود. تبقى التاثير هذا معناها يقلقنا شويه ولا يقلقنا برشا ولا يهزنا في صراع ولا في صراع داخلي، هذا هو اللي قلق. توا كي تبدا امور اقتصاديه وكذا نحاول احنا باش نصلحوا، كيما عامله فرنسا كيما عامله المانيا، حتى فرنسا متاثر عليها راهو، حتى المانيا متاثر معناها ياثروا فيها، اسبانيا وجيراننا الكل ياثروا فيهم. البلدان اللي مش بياثروا فيهم هي كوريا الشماليه، هي ايران، هي روسيا، الى درجات قاعدين ياكلوا في ستاك، فهمت كيف؟ محاصرين اقتصاديين ومشاكل وكذا، باش هم يشدوا صف، باش يشدوا اثنين. بالتالي الناس لازم يعرفوا التاثيرات عاديه، تبقى التاثيرات ما تجوش تكون على حسابنا، حساب معناها امور حياتيه، معناها امور نتاع وجدان، نعم يهزونا نزاع كما في ليبيا ولا في سوريا ولا في اليمن ولا غيره. دونك هذا فيما يتعلق بالجزء الاولاني، طبيعي راهو باش ياثرونا على توانسه يردوا بالهم على بلادهم. انا ديما شو نقول؟ انا نقول كل انسان يتولد بزوز امات في الحياه هذه، تتولد ام تولدك وتجيبك ترضعك عام ولا عامين، وبقيه حياتك فما ام اخرى لك، ام الكبيره هي الارض توكلك وهي بعدك تقبلك في رحم تاعها كي تموت. دونك انت تولد زوز امات، اللي ما يحترمش امه الاولى ما يحترمش امه الثانيه، يا تحترم امك الاولى الكبيره والصغيره يا ما تحترمهمش. دونك عندنا توانسه معناها الغراءات والمال ينسيهم في الام الصغيره والام الكبيره، معناها المصيبه في العباد هذوما. انت ايش تصور؟ انت عبد يمشي معناها يعدي عام ولا عامين برا يجيب لك بجنسيه اخرى، معناها يفرط في الجنسيه نتاعو، معناها الارض اللي جابتك باش تلوج على ناس اخرين، هذا باش تعطيه ثقه؟ هذا نحطه انا رئيس حكومه عند اخر تنسيب هذا المسألة. لا 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 اسمعني، مانيش نحكي على الناس المولودين البرا ولا الناس اللي عداوا 10 15 سنه وخدموا ظروف اقتصاديه تلزوا باش يعملوا. عندك عباد راهو مشى عدى عمل عام ولا عامين جاب جنسيه راهو، وجيت تلقاه وزير وتلقاه رئيس حكومه، مصيبه. معناها لازم التوانسه يفيقوا حتى لو فيهم معناها جزء اللي هما صادقين، يا سيدي يا زينه من اللي حاملين الجنسيه الثانيه، ما عادش معناها نسمحوا الانسان معناها يمشي في اتجاه معناها نسمع السؤال الثاني، الحكومه التكنوقراط وتاثير فرنسا في الحكومه التكنوقراط وقتاش جات؟ ساعه جاوا بعض المسؤولين في 2011 بتاثير، انا اقول لك فرنسا. مؤكد من فرنسا. من بعد كلمه يحب ولا رئيس الحكومه معناها هو بيدو يكون يا سيد منتسب لهم. يا سيد العميد ثم كلام قاعد تقول فيه راهو التفصيل فيه خطير ياسر. لا مش خطير، هذاك الواقع. معناها وقت نحكي هذاك الواقع. سامحني برك وخذني على خذني راني نفهم على بشوي ضريبه. تفضل. توا احنا نحكوا
ما هو في التدخل الفرنسي. أي. نحكوا على أنك أنت هذا أمر بالنسبة لك مغلق منتهي، أنه الباجي قايد السبسي وهو رئيس، وهو رئيس وزراء، وهو أي. وزير أول، وزير أول، والسيد الرئيس المبزع كانوا هذونا محطوطين من طرف فرنسا. لا لا مش هيك، فما بعض وزراء اي ماني ما نفهمش يعني طول انت فهمني اكثر، فصل لي خليني نفهم. فما بعض وزراء صار عليهم لغط وتعلق، هم ستة وزراء وسبعة وزراء كانوا تحطوا هذيك وجايين مباشره من فرنسا، كانوا مباشره هم حتى جنسياتهم جنسيات فرنسيه. ما تحكيش على كاين نزم على السيد رئيس الجمهور، السيد رئيس الجمهوريه المبزع، لا المبزع السيد رئيس الوزراء في ذلك الوقت، السيد هو لما حل السيد العميد لابد من التنسيب في حكايه حاملي الجنسيه ولا مزدوجي الجنسية، لأنه يعني عندنا تقريبا نسبة كبيرة اليوم التوانسة اللي كانوا أثرتهم الظروف الأمنية وإلا الاقتصادية أنه يهاجروا لبرا، وكان مضغوط عليهم أنه يأخذوا جنسية ثانية. سمحني، هل طبيعي ثلاثة رسائحكم هل ثلاثة يحملوا جنسية فرنسية؟ طبيعي بلادنا يحملوا جنسية ثانية؟ طبيعي هو القانون ما يمنعش، لكن نجمو نعملوا قانون اذا كان توافق في البرلمان انه نعملوا قانون نعملوا به. علاش ما كي منعش مسؤوليات العليا منعش، علاش ما لقاوش تونسي معناها يحمل جنسيه تونسيه وربما جنسيه فرنسويه في فرنسا رئيس حكومه؟ علاش هذه ما تجيش؟ فهمت كيفاه؟